بدأت التسوية يوم السبت باحتفال رسمي وشعبي، ومبارح بلشت عنا في الكسوة واليوم تنتهي في بعض القرى القريبة متخلفين عن الجيش أو فرالة لظروف معينة أو تشابه أسماء. فهي الأمور كلها في لجنة كاملة متكاملة عم تقوم بهذا الوطأ من كافة النواحي، فعم بدخل أي مراجعة بكل سلاسة تتم الإجراءات. إحنا عنا بالكسوة كان العدد 410 كاملة لكل الكسوة والقرى القريبة منها، واليوم تقريبا وصل العدد 300-400 يكون خالصين. زاكي طبعا العدد وصل لحدود 1000 وشوي، طبعا مو زاكي لحاله مع بعض المناطق، حدود 1400 اعتقد. جاي لاني متخلف عن الجيش، والجو يعني الوضع جيد الحمد لله، مشان تيسر امورنا ونروح الجيش. جاي مشان اعمل تسويه، انا تخلف الحمد لله الوضع كويس وتمام.